السلام عليكم الأصدقاء ديالي، خوتي الأعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم خوكم أنوار من قناتكم وقناتنا أنوار برو. أصدقاء ديالي، في هذا الفيديو الجديد غادي نشوفوا التحركات ديال عبد الصمد الزلزوري، اللاعب المهاري ديالنا اللي اليوم لعب مع الفريق ديالو أوساسونا وقدم مباراة في المستوى أمام فيلاريال وخسروا بهدف دون رد. الاصدقاء ديالي، عبد الصمد الزلزوري قدم مباراه جيده وفي المستوى، غادي نخليكم تشوفوا وحكموا وعطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. كنتمنى كل واحد فيكم شاف الفيديو يبارك لنا على داك اللايك باش الفيديو هذا يتبارطاجا في نطاق واسع ويوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. الاصدقاء ديالي، خوتي العزاز، ما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم تشوفوا التحركات ديال عبد الصمد ونتلاقاو في النهايه ديالو. ديالي خوتي العزاز، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بالتحركات ديال عبد الصمد الزلزولي امام فريق فيلاريال اللي خسروا بهدف دون رد. اهم حاجه عندي هما التحركات تكونوا شفتوهم بجوده جيده. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك، كنتمنى من الصميم ديال القلب ديالي تبارك لنا على داك اللايك باش الفيديو هذا يتبارطاجا في نطاق واسع ويوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشاركينش في القناه، كنتمنى من الصميم ديال القلب ديالي تشاركوا في القناه وتفعلوا الزر ديال الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. ان شاء الله في راسكم بزاف، موعدنا في فيديو قادم. كيف العاده كان معكم خوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. ان شاء الله في راسكم، السلام عليكم.